أنا مش هبة يا ابني، أنا مامتها. بص بقى يا ابني، إحنا النصيب لحد كده وخلاص، انتهينا. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. أيوة أنا عارفة، أنا عارفة إن أنت ما تجاوزتش حدود الأدب مع هبة، لكن الكلام ده ما ينفعش عندنا خالص. ما فيش حد أبدا يبص لأخت مراته أو خطيبته. أبو دعاء الله يرحمه كان دايما يقول أخت مراتي دي زي أختي بالظبط، ومرات أخويا برضو زي أختي بالظبط. اللي حصل ده يا حبيبي ما ينفعش عندنا خالص. المطلوب والله كلك نظر بقى، هنفسخ الخطوبة طبعا، وكفاية إن إحنا مش هنقدر نقول لدعاء اللي حصل مع أختها. والسبب اللي انت عايز تقوله قوله زي ما انت عايز، انت حر. طبعا اللي حصل مع هبة ده يعيبك انت، ما يعيبناش احنا في حاجة. خلاص يا ابني، انا اللي عندي قلته وخلاص، النصيب لحد كده وخلاص، مع السلامة. جاتك القرف. ابوه بقال كده بجد؟ طبعا ابوك الله يرحمه كان راجل محترم واكيد كان بيقول كده. انت بتهجصي يعني؟ اهجص ايه يا قلة الادب انت؟ انا حبيت اعرفه ان احنا ناس متربيين وعندنا اخلاق، مش زباله زيه. بقول لك ايه؟ تعالي اقعدي معايا لحد ما معتز يجي. معتز جاي؟ ده وحشني قوي ونفسي اشوفه، بس لو اتاخر همشي. مالك؟ متوترة ليه؟ موضوع الصور ده عمال يكبر، انا مش مستريحه. وبعدين في حاجات كتير عماله تحصل عبيطه وتافهه، عماله تعقد علاقتي مع عمرو. بصي انا اللي مطمني ان عمرو ما بيدخلش على المواقع دي، ويعني ملوش في النت قوي. عموما ربنا يستر. انا شايفه ان انت مكبره الموضوع يا جيجي، ومعين عمرو مش لسه متعرف عليكي من دلوقتي، ومخه كبير مش هيركز في الحاجات دي. على فكره انتوا كلكم فاهمين ان عمرو مخه كبير، عمرو مخه صغير قد كده. ما شكلوش يعني من النوع اللي بيفرق معاه الحاجات دي، غيره بقى وحاجات كده مش باين يعني. يا بنتي الغيره القاتله. عمرو حساس قوي في المواضيع دي. اوكي كل الرجاله بتغير، بس عمرو بقى نوع غيرته مختلف جدا. عارفه النوع اللي يكتم في قلبه وما يبينش، يعني من ناحيه مش عايز يبان ان راجعي ومتخلف، والناحيه التانيه مش عايز يبان انه ضعيف.